انت عارفة يمنى دي عمتي، يعني اخر واحدة كانت فاضلة في الابنوديين القدام، الشيخ محمود اللي هو والدي الشيخ محمود الابنودي، وفاطمة جنديل اللي هي امي، وكله اتغير، وهي قاعدة الست يعني، وانا اروح لها يعني في الاعياد وفي المواسم اروح لها. فهي بتقول لي والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميتة، وكيف عاد اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف، هلكوك النسوان. شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن، أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول. والله خايفة يا وليد القعدة للطول، مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقت ما فقت وجايبهم دلوقت تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، او عشنا وطلنا منك بصة وشمة، دلوق بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي وتتحب على قد ما سرقاك الغربة، لكن ليك قلب مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور، ما عرفت تجيب لك حتة واد؟ ولا اقول لك يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بايه؟ غيرش الانسان مغرور، ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس اشتري للركبة دهان، اباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده انا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب، خليهم ينفعوا أعملهم أكفان، كرمش وشي. فاكر يامنا وفاكر الوش، اوعى تصدقها الدنيا غش في غش. إذا جاك الموت يا وليدي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا وهم لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا الاعتاب. اول ما يجيك الموت افتح، اول ما ينادى عليك اجلح، انت الكسبان اوعى تحسب احساب، بلا ود بلا بيت ده زمن يوم ما يزدوا كده، سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك، الورث تراب وحيطان الايام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان، واللي يطولوا يوم عن يومه يا حبيبي حمار، الدوعة وزه لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر، اوعى تصدق الوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدعة تخاف من الرجال؟ لكن فين شفتوني؟ كنتوا عيال، بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا، وانا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك، اوعى يا عبد الرحمن، في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش، اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك ما تموت، ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجيلك نط لسه بتحكي لهم بحري حكاية فاطمة وإحراج القبر. أباي ما كنت شق وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي، وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملى حاجة زي الحداية تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير، بس ما كنتش كداب، وأدين استنيت في الدنيا لما شعرك شاب قدم البيت
اتهدد قبل بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي وإذا جيت حجيني الجاي، وحتشرب مع يامنا الشاي. حاجي يا عم وجيت للقيت يامنا ولا البيت.